فور وصوله لجدة للمشاركة في القمة، كان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي. أوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن مشاركة الرئيس السيسي في القمة تأتي في إطار حرص مصر على تطوير المشاركة بين الدول العربية والولايات المتحدة الأمريكية على نحو يلبي تطلعات ومصالح الأجيال الحالية والقادمة من شعوب المنطقة.